اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم امين في رياكسيون جديده. بارت اليوم هابط اغنيه جديده بعد غياب دام 5 شهور. الاغنيه الجديده دي اسمها مقلوب، باش نعملوا على رياكسيون فيديو كليب والكلمات والفلو والامور كي الكل. الحقيقه اول مره باش ننقد اغنيه تونسيه، العاده نشجع ونقول وكذا وكذا، لكن هذا بارتي مريت الاداء متوسط. غاب بارتي 5 شهور ورجع لنا باغنيه حسب رايي انا متوسطه، نجم نقولوا حتى اقل. شنو اللي ما عجبنيش في الاغنيه؟ الفلو الحقيقه ثم فازت باهين وثم فازات فيهم تكرار، فيهم مكه تفد، فيهم روتين. انا سمعت دقيقه قلت خل نخرج، معناتها قلت هذا بارتي الروندمون هذا والاداء هذا بعد كارير كبيره غريبه وعجيبه. معناتها من بارتي ثم ناس اكيد باش تعجبهم الاغنيه وثم ناس منهم انا الحقيقه ما عجبتنيش. نحكيو على الفلو نتاع واحد ديبيتون، معناتها حسب رايي انا، ولا يمكن انا مانيش بروفيسيونيل في الحكايه هذيا، لكن انا مستمع تونسي ما عجبتنيش الحكايه. الفايده زاده ثم فازات في البدايه ولا في الاغنيه كامله، كلمه يقعد يعودها 3 مرات اللي هي عملت التكرار وعملت الروتين، والحقيقه فديت وحبيت نخرج. زاده كلمه في الرفران هي كلمة قسمها 3 4 مرات كما حيحيط، يمكن حاجة جديدة ما عجبتنيش أنا شخصيا. نعرفوا بارتي بالكارير الكبيرة نتاعو هذه وبالتحطيم أرقام قياسية 600 مليون متابع فيو كأول تونسي، ونجم تقول دخل العالمية بالنسبة للزيارات، الزيارات هذه والمشاهدات هذه. بارتي حب ينوع، حب يجدد، حب يخرج من قشرته ويخرج عن مألوف، لكن المرة هذه ما صارش. هذا نحكيو على مع الفلو والكلمات وكل الحاجة اللي نجم نقولو إيجابية كونها الفيديو كليب. الفيديو كليب مخدوم بالبال، مصروف عليه وخدمة باهية، خدمة طايرة معناتها في المستوى. والحاجة اللي عجبتني في الأخر اللي هما فرحوا بالسياسي، على قد ما كذب وعلى قد ما كذا الشعب فرح بيه. يا طماطم يا قفوف يا زقفة ضعفيه يا سطول هيا ما حصل الفرح به. والأغنية هي تعبر على نجم نقولوا تونس، سياسيين يحكيوا ويقعدوا ويكتبوا في الآخر، والشعب متيق رفادد ماشي لحاجات أخرين، شيخة كذا كذا وفقر وميزيريا، وكما قلنا السياسيين يكتبوا ويفلموا ما لازمو في خدمة. نتمنى له التوفيق، بلدي نتمنى له التوفيق ونجاح، ونتصور الأغنية باش توصل للتوندونس ان شاء الله فيما احسن يا بارتي. انا اعطيت رايي، يمكن الاغنيه تعجب الناس تعجبهم يمكن لا، انا ما عجبتنيش. ان شاء الله فيما احسن. الى اللقاء ان شاء الله في رياكسيون جديده من عالم امين. الى اللقاء.